الرسالون هم عبارة للمؤمنين. الأنبياء والمرسلون هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء والمرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا، فإنهم رسل الإله. والله غالب ولو كان العناد إلى مدى. أبو النبيين الخليل لم يخش نارا أو بشر، والنار برد وسلام، وهكذا الله أمر. يونس ببطن حوته مناديا لربه، والله رحمن رحيم نجاه من ظلمائه. يكيد الساحرين فعصاه ثعبان مبين، ينجو الكليم بقومه وعدوه في المغرقين. هذا المسيح مؤيد متكلم في مهده، يشفي بقدرة ربه، يحيي الموات بإذنه. محمد ختامه أتته كل المعجزات، يكفيه بالقرآن ما فيه من ماض وآن. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين وعلى جميع المرسلين. مرحبا بكما واهلا وسهلا. هل يمكننا مقابلة النبي ايوب؟ ان النبي ايوب يتعبد شاكرا لله على ما انعم عليه من مال وبنين وغيرهما من نعم لا تقدر ولا تحصى. هل يمكننا انتظاره؟ تفضلا يا مرحبا بكما. لقد جئنا لكي اعترف بانني قطفت هذه الثمرة بدون اذن النبي ايوب حتى يسامحني او يعاقبني. انت رجل طيب، كل ثمرتك حلالا طيبا فهي لك. كيف تأذن له وانت مجرد خادم؟ ان النبي ايوب سمح لي بان اقدم الثمار والفاكهة لكل من يطلبها دون الرجوع إليه، فهو يعتبرها رزقا من الله لعباد الله. سبحان الله، اللهم أنعم علينا بالإيمان كما أنعمت على نبيك أيوب. اللهم اغفر لي وارحمني. Thank you.
إذا لم تدفع ما عليك من دين فإنني لن أعطيك بضاعة. أرجوك أعطني فرصة لكي أسدد ديوني، فقد تعرضت لعملية سطو من اللصوص. لا، لن أعطيك بضاعة حتى تدفع ما عليك من دين. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ نعم، سوف أذهب للرجل الصالح النبي أيوب لعله يسدد عني ديني عندما أقص عليه قصتي. سيدي، لا بد أن تجد لنا حلا مع النبي أيوب الذي لم تفتنه الأموال أو الأبناء، ولكنه لا يزال عابدا شاكرا لنعم الله عليه. نعم، لقد فشلت كل الحيل معه وكسر أنف إبليس ولعننا في مجلسه، ولا بد أن نجد الحل. نفدت كل حيلنا يا سيد الشياطين والأمر أمامك، فلا يوجد بين الشياطين من هو أبلس منك وأخبث. كيف أتحدث وأسمعكم وأنتم مهزومون هكذا؟ هل تستحون؟ إنكم أكابر الشياطين وقادتهم. الويل لكم جميعا. نعم، هزمنا من أيوب شر هزيمة ونستحق العقاب الشديد. أصابنا الهوان وانتصر أيوب. لا تعاقبنا وعلمنا المزيد من أفكارك الشيطانية، لأنك المرجع الأساسي لكل شيطان. ماذا تريد أيها اللعين؟ رحم الله الناس من شرورك فأنت لا تأتي بخير. لقد عيتنا حيلة مع أيوب عليه السلام. أيها الشرير، لن تقدر على أيوب أبدا، فهو رجل صالح يعبد الله حق عبادته ويشكره كثيرا على نعمه. ومن لديه نعم مثل التي لدى أيوب عليه السلام؟ فقد أعطاه الله من المال الكثير وزوجة جميلة مطيعة وأولادا وحاشية وقوة وصحة وغير ذلك، فلماذا إذن لا يكون شاكرا عابدا؟ أيها الأحمق، كيف تتحدث عن نبي الله بهذه الطريقة الوقحة؟ إما أن تتكلم بأدب أو أن تغرب عن وجهي. أعتذر يا سيدي، ولكنني أعتقد أن أيوب لم يمتحن من عند الله حتى نختبر إيمانه، فهو في حياة الرغدة. ورب هذه السماوات السبع، إن أيوب حسن الإيمان، ولو كان فيه ضعف لشغلته أمواله ونعمه عن ذكر الله. نعم، هو نجح في اختبار النعم، ولكنني أعتقد أنه لن ينجح في اختبار النقم. لا أرى ما تقول صدقا. يمكننا أن نشاهد بأعيننا ماذا يحدث لأيوب لو ضاعت منه إحدى هذه النعم. حتى لو أمسك الله نعمه كلها عن أيوب فإنه سيكون من الصابرين الشاكرين. لنرى ماذا سيحدث له إذا شاء الله أن يحرمه من نعمة المال والعقار والحدائق. يا رب العالمين، فلتختبر عبدك أيوب ليعرف إبليس أنه من عبادك الأخيار. لقد أصبح أيوب النبي فقيرا في غمضة عين بعد أن كان من الأغنياء.
لقد سجد أيوب عليه السلام لله وقال لقومه: إنما هي وديعة كانت عندنا واستردها الله، وله الحمد معطيا وسالبا، راضيا وساخطا، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. لقد انتصر أيوب وهو الآن ساجد لله يحمده ويشكره رغم أن أمواله ضاعت وأصبح فقيرا. ألم أقل لك يا سيدي إن أيوب شديد الإيمان بالله؟ اسكت اسكت أيها الأحمق، لن أترك أيوب يسجد لله وسوف أنتصر عليه قريبا. إبليس لن يقدر. نعم لن يقدر. يا سيدي لنترك أيوب يعبد ربه ونتابع باقي الخلق لنغويهم عن عبادة ربهم. اخرس أيها الشيطان الضعيف، لا يمكن أن نعيش على الأرض وعليها عابد لرب مثل أيوب، إن ذلك يضعف من قوتنا كثيرا. أيها اللعين، لماذا عدت؟ ألم يحقق الله ما تمنيت لأيوب ليبين لك ولجميع الخلق المخلصين من عباده ممن دون ذلك؟ نعم، لقد انتصر أيوب على بني إبليس جميعهم وعلى رأسهم إبليس. ألا ترى أن أيوب إنما صبر على ضياع ماله لأن لديه من الأولاد الكثير، وهو يعلم أنهم عندما يشتد سعيدهم سوف يعيدون إليه ثروته. ولكن إذا فقد أبناءه فإن ذلك سيجعله لا يسجد لله أبدا. إن ذلك لن يلهي أيوب عن عبادة ربه. لنرى بأنفسنا ماذا سيحدث للنبي أيوب إذا فقد بنيه. أتدرون ما حدث للنبي أيوب؟ لقد فقد جميع أبنائه مرة واحدة. لابد أن نذهب إليه لنسألهم ماذا يريد أو يحتاج، فلابد أنه في أشد الحاجة إلينا في هذا الوقت. لقد منحه الله إيمانا راسخا، فهو دائم السجود لله، وأعتقد أنه الآن في حاجة إلينا، فهو متفرغ لعبادة الله وشكره، صابر على اختباره له رغم كل ما حل به. لا أدري لماذا لم تزلزل كل هذه المصائب قلب أيوب عليه السلام. لا، لن أستسلم أبدا أمام هذا الإنسان. لا يمكن أن أستسلم، لا يمكن أن أستسلم. هل تعلم يا سيدي ماذا قال النبي أيوب عندما علم بوفاة جميع أبنائه؟ ماذا قال؟ لقد قال: الله أعطى والله أخذ، فله الحمد معطيا وسالبا، ساخطا وراضيا. ولا شد قسوة علينا أنه فر إلى الله ساجدا شاكرا له، وجعل عيني تنزفان دما بدلا من الدموع. ماذا نفعل مع هذا الرجل صاحب الإيمان القوي؟
إنه عبد مخلص لربه، وأخشى أن تتكرر هزائم بني الشيطان كلهم. اخلص أيها الوحدة، لن تنهزم أمة الشياطين مرة أخرى. ماذا سنفعل يا سيدي إبليس؟ دعوني أفكر في هذا الأمر. سوف ننصرف الآن حتى تفكر جيدا. أراك حزينا مهزوما، وهذا ما كنت أعلمه جيدا، فلن تقدر على أيوب عليه السلام أيها الواهم. نعم، ربما يكون أيوب قد انتصر علينا، ولكن لأنه أصيب في ماله وبنيه. أليس المال والولد اختبارا؟ لا يا سيدي لا، ولكن إذا أصيب الرجل في بدنه فلن يصبر. ماذا تعني ببلاء البدن؟ أقصد أن يصيب المرض جسد أيوب وتضيع صحته. أيها اللعين، إن الله لو اختبر أيوب بذهاب صحته فإن النبي أيوب لديه من الإيمان ما يجعله صابرا على كل البلايا. لنرى هل سيصبر أيوب على المرض أم لا. كم أنت ضعيف يا إبليس أمام إيمان أيوب عليه السلام وصبره. قد أصاب المرض جسد أيوب، وسوف تعلمه الآلام درسا لن يصبر عليه أبدا. سوف نشعر بلذة الانتصار ولو مرة مع هذا الرجل. انظروا، إن أيوب يسجد لله شاكرا على نعمائه ولا يباني بالمرض. قد يستطيع أن يصبر للحظات أو ليوم، ولكنه لن يستطيع الصبر أيها الوقت أكثر من ذلك. نعم يا سيدي، لن يصبر. هيا بنا نراقب الأمر من خلال عيوننا. أتدرون ماذا حدث لأيوب عليه السلام؟ لقد تركه الأصدقاء بعد مرضه الشديد، وأصبح وحيدا تخدمه زوجته الطيبة. نعم، لقد تركه الجميع، إلا أنه لا يزال يتعبد شاكرا لربه على نعمه وبلائه. بعض الجهلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يحب أيوب ولذلك ابتلاه. يا لهم من أغبياء، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر جباه وقربه إليه. لقد انهزمت للمرة الثالثة في تحدي النبي أيوب، لأنني لن أتراجع أبدا عن محاولة النيل من إيمانه. فلنترك النبي أيوب في حاله، فلن نقدر عليه، ونلتفت إلى تلاميذه ومحبيه لنغويهم عن عبادة الله. اخرس أيها الغبي، فما نحن فيه سببه هذا الغباء الذي يبدو في عينيك. نحن معك ولن نتراجع عن النبي أيوب أبدا. يا معشر الشياطين وقادتهم، أنتم تعلمون أن وجود رجل صالح على الأرض يضر رسالتنا التي وجدنا من أجلها، و
ونحن على هذه الأرض مهمتنا أن ننسي الإنسان ربه فيعيش في الدنيا ليأكل ويشرب فقط. أعتذر يا سيدي، ولكن ماذا سنفعل مع هذا الرجل رغم كل ما حدث له؟ نعم، خصوصا وأن النعمة التي كان يعيشها النبي أيوب لم تنسيه ذكر الله. عندي الأمل في أن صبر أيوب لن يستمر. أجل لن يستمر. إن صبر أيوب عليه السلام كان عظيما وقد حقق انتصارا على بني الشيطان. لابد أن نزور النبي أيوب. نعم لابد من ذلك. هل يمكننا مقابلة النبي أيوب؟ النبي أيوب عليه السلام معتكف يدعو ربه. ألم تترك خدمة النبي أيوب؟ قد عدت إليه اليوم حبا فيه، داعيا الله أن يخفف عنه. نعم الخادم والله أنت. لقد باعت زوجة النبي شعرها لكي تشتري له طعاما. وماذا فعل أيوب عليه السلام؟ لقد أصابه الحزن على ذلك ودخل صومعته بعدما تأثر بموقف زوجته الطيبة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. محمد ختامهم، أتته كل المعجزات، يكفي بالقرآن ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا عليه.